في سنة 1881 كان في رجل عظيم في مصر وفي تاريخ مصر، كان اسمه أحمد عرابي، اللي هو صاحب ثورة عرابي. رغم أن ثورة عرابي كانت ثورة شعبية من الدرجة الأولى، إلا أن كان في وسطها بعض الخونة، ولازال موجود في مصر حاليا بعض الخونة. أحمد عرابي ما كانش عنده مطالب أمام الخديوي توفيق الخاين. كان له مطالب إيه؟ المطلب الأولاني أن مصطفى رياض، حكومة مصطفى رياض، تقدم استقالتها. الحاجة الثانية عودة الحياة النيابية والدستورية في البلاد. الحاجة الثالثة وهو أن الجيش المصري يكون عدده 18,000 من الجيش، من قوات الجيش المصرية. ولأنها كانت ثورة كبيرة جدا وكانت ضخمة وكانت شعبية، ولأن الفلاحين كانوا مستائين جدا من انتهاكات اللي بيعملوها الأتراك والشرقس من أصحاب الفلوس والمزارع وهكذا عليهم، فكانت الثورة كبيرة. فكان الخديوي توفيق الخاين لجأ للباب العالي والسلطان العثماني ولجأ للإنجليز. الإنجليز قالوا له الرياح قوية قوي، لازم انك انت تنحني إليها. هو كان الخديوي توفيق بصراحة كان أستاذ ان هو ينحني لكل الجهات الأجنبية، ولكن كانوا هما بيفكروا لأحمد عرابي في حاجة: احنا نخلي الموضوع يعدي وبعد كده نشخصن الموضوع، نخلي ان المصايب كلها تلقى على احمد عرابي ومحمود سامي البارودي اللي هو تولى رئاسة بعد كده الوزراء. ولغاية ما جينا عندنا مرحلة معركة التل الكبير، وكان في واحد كان ضابط خاين كان اسمه علي يوسف، اللي هو كان معروف باسم خنفس الخاين، اللي سهل الموضوع. بيعيد بعد كده التاريخ، والانجليز او الجهات الغربية لما بتحب ان هي تيجي على حد، بدل ما هي تمسك القضية من ناحية وطنية تشخصن الموضوع. وجم الأمريكان علينا من يومين وعملوا نفس النهج، وبدل ما يخلوا الموضوع من إنه هو عبارة عن محقق عادي، خلوه جاسوس وما بيعملش لصالح دولة، بل إنه هو سموه جاسوس السيسي، وهو المواطن المصري بير جرجس. معكم أخوكم محمد عاصم، ما ننساش ندوس اللايك على الفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم واهلا بيكم. الحقيقه ان جه بالظبط من خلال يومين اتنين طلع علينا الاعلام الغربي وكميه من الاعلام، سواء الغربي او سواء من اعلام الاخوان، اللي عمال شغال ردح ولطم بقالهم 48 ساعه بشكل مش عادي على بيير جرجس، وعمالين بيقولوا اتقبض على جاسوس السيسي، اتقبض على جاسوس النظام المصري، اتقبض على واحد كان ان هو بيشتغل مخبر، وهكذا من كميه التشويه. سياسه عشان تبقوا فاهمين، اللي هي تشخيص الموضوع وشخصنه الموضوع. يعني ان لو حضرتك مثلا على سبيل المثال بتدافع عن البلد، لو حضرتك انك انت كشخص كمواطن شريف بتكتب كومنت عادي في الفيسبوك، بتقول رأيك، بتقول يا جماعة احنا لازم نقف جنب مصر، لازم نقف جنب الدولة، سياستهم ان هم يشخصنوا الكلام من انك انت وطني وانك انت بتحب مصر، الى انك انت واحد بتطبل للنظام وبتطبل للرئيس السيسي. وهو ده اللي بيحاولوا ان هم يعملوه مع كل مواطن شريف، ان هم يحولوا الموضوع ان الخيانة هي اللي تبقى عبارة عن حرية رأي، وهم اللي يبقوا شي جيفارا، وهم اللي يبقوا أصحاب الحريات، وهم اللي واقفين قدام الطغيان، واقفين قدام ده. من وجهة النظر اللي هم بيعاملوا الناس بيها، هم فاهمين كويس قوي، لأن تدريباتهم دي هي أصلا تدريبات مخابرات خارجية. محمد علي باشا والرئيس جمال عبد الناصر، محمد علي باشا وجمال عبد الناصر هم أكتر اتنين في كل الرؤساء والملوك حاولوا ان هم يعملوا انجازات حقيقية وانجازات كبرى في تاريخ مصر، وهم اكتر اتنين اللي تحالف عليهم كل العدوان الغربي، حتى اللي كانوا اعداء ما بينهم وما بين بعض، تحالفوا مع بعض علشان يسقطوا تلك الشخصيات. يعني محمد بقى علي باشا، الانجليز والعثمانيين اللي اصلا ما كانوش بيطيقوا بعض، تحالفوا مع بعض علشان يسقطوا طموحات محمد علي باشا الكبرى لما كان هيؤسس الامبراطورية المصرية الكبرى. والرئيس جمال عبد الناصر له ما له وعليه ما عليه، ايضا تحالفت القوات الانجليزية والفرنسية والكيان الصهيوني علشان يكسروا من الرئيس جمال عبد الناصر. فكذلك في الوقت الحالي،
في الوقت الحالي عندنا بيير جيرجس. بيير جيرجس هو مواطن مصري أمريكي حاصل على الجنسية الأمريكية، وهو متعلم أحسن تعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وراجل بنكير ورجل اقتصاد، ويصنف أنه هو رجل أعمال وشخصية شهيرة في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية نيويورك، وهو بيقطن في مانهاتن. له علاقات قوية جدا من خلال أنه هو عمره دلوقتي 39 سنة. لما تخرج اشتغل في أحد البنوك الشهيرة مدة طويلة، وبعد كده اتنقل لأحد البنوك الأكبر والأكثر شهرة في نيويورك، اللي هم بيقدموا استشارات مالية، فبالتالي له علاقات متشعبة. الاتهامات لما نيجي نوصلها زي ما قدام حضراتكم، اللي هي بتيجي تعرضها وزارة العدل الأمريكية، إن الاتهامات إن هو بيتعاون مع الحكومة المصرية وتعاون معهم بشكل ضد القانون في أمريكا. لما تيجي تبص على الجملة ما انتش قادر أصلا هي ما تتركبش. يعني الإنجليز مثلا على سبيل المثال، هما والألمان ما فيش مرة الإنجليز قالوا أو أنا حكيت لحضراتكم في قصص الجاسوسية مرة واحدة على إن جاسوس اسمه جاسوس بيعمل لصالح هتلر، مع فرق التشبيه طبعا الكبير، أو إن مثلا بقول لحضراتكم جاسوس بيعمل لصالح النازيين اسمه الجاسوس الألماني. هنا هل ينطبق على بيير اسم الجاسوس المصري؟ هم أصلا مش مصنفينه. يعني قدام حضراتكم أهو تاني، قدام حضراتكم كاتبينها agent مش كاتبينها spy، وتفرق كتير جدا ما بين agent وspy. ليه بقى؟ حسب كلامهم هم إنه هو تقدم إنه هو يعمل كمحقق خاص من 5 سنوات. يعني هو بيير جيرجس راح في الولايات المتحدة الأمريكية وقال لهم أنا عايز أقدم إن أنا أبقى محقق خاص، هل ينفع؟ آه في الحكومة الأمريكية ينفع. حضرتك عايز إنك أنت بتقدم للحكومة الأمريكية إنك أنت بتشتغل محقق خاص، إنك أنت عايز تعرف معلومات عن مجموعات معينة، إن ناس بيطلبوك إنك أنت تبقى محقق خاص لجهات معينة، ينفع. أهم حاجة إنك لما تبقى محقق خاص ما تضرش بالمعلومات اللي انت بتعملها الصالح العام الامريكي او المصالح الامريكية او الامن القومي الامريكي. دي مهنة ممكن تاخد بيها ترخيص وتقدم بيها. طيب يعني معنى كده عشان نبقى واضحين على وصراحة على بلاطة، ان كان من 5 سنوات كان بيير كان على اتصال بجهات هنا في مصر. طيب هل هو لما نبص على الموضوع كده من خلال التحقيقات اللي اتقالت ومن خلال الكلام اللي طلع حسب كلام وزارة العدل الأمريكية، هل بيير هو أضر بالمصالح الأمريكية بشيء؟ لا. هل هو قدم معلومات عسكرية لصالح مصر؟ لا. هل هو قدم معلومات اقتصادية عن أمريكا، حيث أنه هو راجل بنكر وراجل أنه هو بيشتغل في الاقتصاد الأمريكي؟ هل هو قدم عن معلومات عن الاقتصاد الأمريكي؟ لا. طب إيه اللي بيتقال؟ طبقا للكلام اللي أمريكا نفسها بتقوله، أنه هو في كان رسائل ما بينه وما بين أحد المسؤولين أو شخصية حكومية في مصر. يعني حتى أمريكا ما عندهاش الدليل انها تقول مع الاستخبارات المصرية، ولا عندها الدليل انها تقول مع الجهات الامنية المصرية. الكلام اللي مكتوب انه هو ده اللي طلع قدام حضراتكم بالحرف، اصل الكلام ما فيهوش لت وعجن كتير، الكلام اهو صدر قدام حضراتكم من وزارة العدل الامريكية، ما فيهوش لت وعجل، ما فيهوش تحريف. ان الاتهامات الموجهة لي ان كان في رسائل ما بينه وما بين احد الشخصيات المصرية، بيطلبوا منه كذا طلب. الطلب الاولاني بقى ايه؟ في مجموعة من المعارضة المصرية اللي موجودة في امريكا، فهو مطالب ان هو يتجسس عليهم ويعرف معلومات عنهم. طب اعقلها كده، هل بيير راجل بنكير ورجل اعمال، هل ان هو هيتجسس على هؤلاء الاشخاص؟ اصل الاشخاص دول مين؟ اخوان. هل احنا محتاجين ان شخص عايش في امريكا عشان نعرف معلومات عن الاخوان؟ ده احنا لو عايزين نعرف معلومات عن الاخوان عندنا زي ما كان اللي خان احمد عرابي الضابط اللي هو كان اسمه علي يوسف، في نفس النماذج اللي منه كانت موجودة ولازالت موجودة، في زي معتز مطر، في زي محمد ناصر، في زيهم بعض. بلاش، انت لو عايز انك انت افتح قناة الجزيرة، انت مش محتاج انك انت اصلا الاخوان معروفين ان هم شوية ردحين، هما بيطلعوا بيشرشحوا،
هم طريقتهم كده، يقعدوا يردحوا ويتكلموا فانت مش محتاج اساسا مدرب على عالم المخابرات ان هو يطلع ويعمل عمليات مراقبة عليهم. دي حاجة. هنقول ان هو مثلا هيستخدم بعض الشخصيات النافذة في امريكا عشان ان هم يعني يعرفوا عنه معلومات. طب وهم الجهات الامنية المصرية بالسذاجة ان هم يخلوا شخص بنكير عايش في امريكا يشغل ناس تانية امريكان عشان ان هم يراقبوا مجموعة من الاخوان، ويقول لك بقى التلميحات اصل الشخصية دي هو محمد سلطان. محمد سلطان اللي انتوا عارفينه اللي كان عمل نفسه مشلول في السجون هنا في مصر وراح هناك وكان ماسك البيتزا اللي قد كده. محمد سلطان اللي كانت امريكا عمالة ليل نهار عمالة بتزن علشان تخرجه. الجانب الاتهام التاني، يعني المفروض ان حد من هنا من مصر بيقول لي بيير ان الشرطة الامريكية هتعمل زي دورة تدريبية في منهاتن، فعايزينك انك انت تعرف لنا امتى عشان هنبعت ناس من عندنا يتدربوا معاهم. طب ايه اللي فيها هنا تجسس؟ يعني هي القوات المصرية او الشرطة المصرية اللي هتروح تتدرب مع الشرطة الامريكية في منهاتن، هي هتروح تلبس طاقية اللخفة وتتدرب معاهم، ولا الموضوع ده بيتم بتنسيق ما بين الحكومة المصرية وما بين الحكومة الأمريكية؟ بالعقل كده، بالعقل كده انت لما تيجي تحسبها هل يعقل ان هي دي معلومة تضر بالأمن القومي؟ يعني ببساطة لما بيبقى في دورات تدريبية عسكرية او شرطية ما بين دولتين عمرها ما بتتم الا من خلال الجهات المعنية عن طريق وزارة الخارجية، وزارات الدفاع، وزارات الداخلية، ده اللي بيتم. الاتهام الثالث اللي بيتكلموا عنه، اصل بيير هو كان دايما بيسعى على انه يخلي بعض الشخصيات القانونية والنافذة بالقانون والشخصيات اللي ليها سلطة في امريكا تجلس مع شخصيات مصرية. طب انا مش فاهم فين الاتهام اللي هنا. يعني هو انت لما تيجي تبص كده على مجموعة الاتهامات انا مش شايف في الاتهامات دي اي حاجة اصلا فيها تجسس نهائيا، غير حاجة واحدة وهو انه كان ممكن هو قدم على انه يكون عميل سري للحكومة الامريكية بشكل رسمي وتم رفضه. هي دي الحاجة الوحيدة، ويقال انه تم خروجه بكفالة 10,000 دولار. المفروض الكفالة 100,000 دولار وتم دفع 10,000 دولار وخرج بكفالة تحت موضوع القضية او تحت بند القضية. لكن لما تيجي تبص هتلاقي ان هو في الموضوع ككل ان هو لم يكن اصلا جاسوس قدم معلومات استخباراتية عسكرية او معلومات كذا او معلومات كذا خالص للجهات المصرية. فحاولوا لك بقى الاخوان عمالين بيلفوا بيدوروا ده اليهود الصهاينة ما تكلموش على بيير جرجس اصلا. يعني الاخوان فرحانين في بيير جرجس اكتر ما اليهود اصلا ما فرحوش، ولا الصهاينه اللي احنا بنقول عليهم العدو الصهيوني والكيان الصهيوني ما تكلمش على بيير جرجس اصلا. لكن الاخوان قاعدين لتو عجن، يقول لك جاسوس السيسي، اللي هو يكون الرئيس السيسي على سبيل المثال ماسك مصر دي بالنسبه له شركه. للاسف الشديد يا جماعه ان احنا عايشين معانا في وسطنا خونه وفي مجموعه تتحدث اللهجه المصريه وعاملين نفسهم مصريين وهم خونه، وللاسف ان في ناس بتتمنى كل الشر لمصر وبتروج اشاعات، وللعلم طبقا للقانون الامريكي انت لو عايز تعرف اي معلومه عن اي شخص بدولارات بسيطه جدا بتدخل بيها بتعرف بيها كل المعلومات عن اي شخص ايا كان بكل ما فيه من تفاصيل دقيقه. ما انتش محتاج مخبر سري، ما انتش محتاج عميل، ما انتش محتاج الكلام ده كله. ولكن للاسف ان الموضوع بيتم تضخيمه لحساب الديمقراطيين، وان اصلا الاداره الامريكيه الحاليه غير راضية تماما من قبل ما تتولى الحكم عن سياسات الرئيس السيسي، لانها كلها سياسات اصلاحية داخل الدولة، وان هي دايما عمالة بتنتقد وتقول اصل الحريات وبند الحريات وحقوق الانسان، وهم اصلا الموضوع ده بالنسبة لهم عبارة موضوع نسبي بيمسكوه كده فزاعة لأي حد مش عاجبهم ايا كان. في النهاردة
امريكا لما كانت عايزه تتكلم على رئيس وزراء اثيوبيا مش كانت قالت انها هتعمل واحد واثنين وثلاثه؟ فين الكلام ده؟ كان وقتها وانتهى الموضوع كله، موضوع نسبي مش اكتر. بيير جيرجس هو اصلا ليس جاسوس، وطبقا للقانون الامريكي اي شخص متهم هو بريء حتى تثبت ادانته. لحد دلوقتي ما اخدش حكم يدينه، اذا فهو بريء. ده الموضوع بكل بساطة. هتفضل مصر ان شاء الله باذن الله دايما مرفوعة الراس، وهيفضل دايما الخونة معروفين ان هم خونة وراسهم في الارض، وهيفضلوا هم تحت الجزم في التاريخ. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، وعاشت مصر وتحيا مصر. سلام عليكم.